السلام عليكم، معكم الأستاذ عجرود. في هذا الفيديو راح نديرو تصحيح اختبار ثلاثي الأول السنوات الأولى علوم وآداب الخاص اللي شرحته في الفيديو السابق، إن شاء الله تكونوا حاولتوا فيه. نبدأ مع الإجابات. سبق شرحنا باللي النص عبارة عن letter، بصح مازال ما حددناش letter تعواه. هنا في السؤال الأول يقول choose the right answer. The text is a letter of application, invitation, apology. Application معناها طلب عمل، invitation دعوة، apology اعتذار. هنا النص عبارة عن application letter. هذه الإجابة الصحيحة. B the letter is formal informal. هل هي formal؟ اللاتر كيفاش نعرفوها فورمال؟ هنا كي تبدا رسميه، كما هنا عندي العنوان تاع المرسل، العنوان تاع المرسل الي، عندي يور سينسرلي، عندي سوري عندي دير مستر هوبكنز، مستر نخاطب الشخص مستر، وتسقد بيورس سينسرلي، يور سينسرلي. هذا كله يدل على ان الرساله فورمال. فورمال معناها بعثناها لشخص اعلى منا في المكانه، يعني ماهيش للصديق ولا فرد من العائله. آلين found the advertisement on، يعني آلين وجد الاعلان في التلفزيون، on TV، the internet ولا newspaper. هنا نشوفه في الجملة الأولى يقول لك for the position of sales director on jobworld.com، معناها سيت من الإنترنت. إذا الإجابة الصحيحة هي the internet. True or false statements. عندنا Alan wrote the letter to know about the services of Samsung company. Alan كتب رسالة باش يعرف على خدمات Samsung company. It's false. هنا I have هنا I would like to apply for the job. يعني يحب يقدم على العمل، ماهيش باش يعرف الخدمات تاع الشركة. إذا الإجابة هنا هي false. B. Alan doesn't have qualification. Alan ما عندوش مؤهلات. Qualifications هنا لو كان نقراو التكست واش نقرا نلقاو I graduated from the University of Boston. I studied economics and marketing there. يعني قرا في جامعة بوسطن وعنده قرا economics and marketing. أكيد عنده ليسونس في الاقتصاد والتسويق in economics and marketing. So the sentence is false. حتى الجملة هذه راهي false. هو يقول لك does not have، ما عندوش مؤهلات، وهذا خطأ. الآن عنده مؤهلات. Alan worked in LG Electronics. Alan سبق وخدم في LG Electronics. عندنا هنا في الجملة هذه I worked as a salesman for LG Electronics. إذا صحيح الجملة هذه، it's true. Now answer the following questions according to from the text. طبعا نقرأ النص وجاوب على الأسئلة. Why did Alan write the letter؟ علاه آلن كتب الرسالة؟ هنا نكتبه الإجابة كيفاه تكون بالشكل التالي. آلن wrote sorry آلن wrote the letter wrote the letter هاي الإجابة to apply for the job of sales director. Letter to apply for the job of sales director. Where did he work before? يعني وين خدم قبل؟ هنا نرجع للنص، وين خدم قبل؟ I have worked for 15 years in sales and marketing field. I worked as
هنا الإجابة تقدروا ديروا هذه. I worked as a salesman for LG Electronics for 10 years. Moreover, I was a director of sales for Puma Shoes Company. هذو هما وين خدم قبل. هاي الإجابة. I have worked for 15 years in the sales, in sales and marketing. I worked as a salesman for LG. يعني الجملة هذه الأولى مش ضرورية، تقدروا تلحقوها. أهم حاجة يقول I worked as a salesman for LG Electronics for 10 years and as a director for of sales for Puma Shoes. Did he work for Huawei Electronics؟ روحوا للنص. لا كيما شوفوا في النص ما كانش خلاص فيه باللي راهو خدم في سورتو في الفقره هذه تاع وين خدم، ما فيهاش خلاص باللي خدم with هواوي الكترونيكس. so it's الاجابه هنا did he work for هواوي الكترونيكس. اي سؤال يبدا بديد الاجابه تاعو yes he did ولا no he did. انت هنا دونك ما خدمش، اذا الاجابه هي no no he didn't. No, he didn't. فقط هذه هي الإجابة على السؤال هذا، تدي نقطة العلامة كاملة. لازم تعلموا تجاوبوا short answer على auxiliary questions. Auxiliary questions هما الأسئلة اللي يبدأوا ب did, are, is, do, does. هذه كلها auxiliary. can كلها جاوبوا عليها نعم أو لا. السؤال الرابع what or who do the underlined words refer to in the text. عندي جاب، على من ترجع كلمة جاب؟ نرجع للنص. I read your advertisement for the position of a sales director on jobworld.com and I would like to apply for the job. job اللي هو sales director، هذه هي الخدمة اللي راهو مقدم عليها. Sorry. هذه هي الخدمة sales director. الثاني الفراغ الثاني هو company، على من ترجع company؟ نرجع للنص. Based on the conditions stated in the ad, I believe that I have a good experience, knowledge and skills that can definitely help your company. هو بعث الرسالة، هذا الشخص هنا عنوانه، بعث الرسالة لهذه الشركة يقولها باللي ذات كان عندي المهارات والمعرفة اللي تقدر تعاون الشركة تاعكم. your company، your company يقصد بها سامسونج إلكترونيكس اي ان سي. السؤال الكلمة الأخيرة اللي هي there. there نرجع النص على من ترجع. وش قال هنا؟ قال I graduated from the University of Boston. I studied economics and marketing there. يعني تخرجت من جامعة بوسطن، درست الاقتصاد والماركتينغ there هناك. يعني قصده the University of Boston. Yes, the University of Boston. نروحو دوكا ال text exploration. Finding the text words that are closest in meaning to the following. راح نشوف text على كلمات اللي تساوي هاد المفردات اللي تساوي هاد الكلمات. talents. talents معناها المهارات. كي شرحت لكم النص قلت لكم skills هي المهارات. In addition معناها بالإضافة إلى، شوفوا في النص بالإضافة إلى. هنا عندي كلمة moreover هي بالإضافة إلى.
تاعي. Now, question number two of text exploration هو combine the pairs of sentences using the right connectors. هنا راح نربطوا بين الجمل هذو في زوج A و B والثانية A و B باستعمال واحد من الكونكتورز هادو. عندي you can sign in to your Facebook account with an email ولا you can sign in to your Facebook account with your phone number. هنا يقول لك تقدر تدخل الفيسبوك تاعك بالإيميل وتقدر تدخل الفيسبوك تاعك بالتليفون، معناها اختيار. هنا الرابط تاع الاختيار هو either or، راح نستعملوا either or باش نربطوا الجملتين هذه. وش نقولوا؟ نقولوا you can either sign in to your Facebook account with an email or with your phone number. نكتبوا الإجابة. نزلوا هذه باش تعاوننا. اوكي نكتبها هنا ونحذف برك غير ضروري. يس هذه هي الجملة، الإجابة هذه. خلينا نديرها بلون آخر باش تبقى معايا. هنا نقدر نقول you can sign in to your Facebook account either with an email or with your phone number. ولا نقدر نقول you can sign in either with your email. Sorry, je préfère l'oubla. You can sign in to your Facebook account either with an email or with your phone number. Okay, this is the correct answer. Number two, my father doesn't have a smartphone. يعني والدي لا يملك هاتف نقال، والدي لا يملك كمبيوتر شخصي. هنا عندنا don't، عندي not في الجملتين، عندي not لا نيجاسيون أو النفي، إذا نستعمل هنا neither nor اللي هي اللي تستعمل النفي. وش نقول؟ My father neither have a smartphone nor a personal computer. My father neither has. هنا الفيرب كان هذا، هنا لانه في النيجاتيف فورم، لكن هنا كي يرجع my father مع هي ديما نديرو has. My father has neither a smartphone nor a personal computer. My father has neither a smartphone nor a personal computer. نفوتوا للسؤال الثالث. Classify the following words according to the number of their stress according to the stress syllable. نشوفوا لهنا السيليبل اللي عليه الشدة ونحطه. عندي هنا exchange verb. هنا exchange، كاين exchange verb وكاين exchange noun. هنا نورمالمون نوضحوا بين قوسين exchange إذا كانت noun يكون stress على e exchange، وإذا كانت verb exchange يجي في الثاني في second syllable. service noun سما نشوفوا ترى شحال مدوا لكم. هنا exchange تحطت لكم على أساس noun، إذن exchange stress يكون في syllable الأول exchange.
service noun service noun. الشدة تجي على الاس، هنا الشدة تجي على الاو، هذا الاي الاول. نحاولوا نكتبوها. اوكي، وهنا سيرفيس كيف كيف الشدة على اس، اذا في ستريسد ستريسد سيليبول هو الاول. Stress on the second syllable. هنا عندي repeat على P. Repeat. Repeat. هنا ال P اللي ندلها stress. Repeat. والكلمة الثانية هي network. Network راهي noun. Network راهي noun، والناون ديما يجي stress في الأول. Network. Network stress يجي على الأن. هنا إذا افترضنا بلي exchange راهي noun، هنا نديرو بين قوسين أن noun. شوفوا هنا باش نكونوا واضحين، noun، وهنا exchange كاينة exchange verb. إذا كانت verb ف exchange يجي فيها syllable في second stress في second syllable. Exchange هنا وين يجي؟ Exchange هنا stress يجي في ش، نحطوه هنا بس هنا ويجي في ال الإي. هنا it's a verb. Verb. اوكي، هذا هو الحل. نمبر 4، ري اوردر ذا فولوينج سنتنسز تو جيت ا كوهيرنت باسج. هنا راح نرتبوا الجمل باش تكون عندنا فقره مترابطه. قلنا هنا نرتبوا الحروف فقط. هنا نقدروا نشوفوا في الاول باش نعرفوا بوه نبداو. اسكو نبداو الفقره تاعنا بذاي؟ ما يصلحش، لانه ذاي شغل مجهول يرجع على شخص ذكر، أشخاص ذكروا قبله. ذات ما تصلحش نبداو بها. هاويفر كيف كيف ما تصلحش نبداو بها. هنا هنا الجملة الأولى هي a lot of people. A lot of people enjoy surfing on the net. Number one. They look for interesting websites and chat with people all over the world. يبحثوا على مواقع مهمة ويديروا تشات مع ناس من all over the world. However, most of them spend so many hours online that they are internet addicts. يعني بزاف منهم يفوتوا وقت بزاف أونلاين، يعتبروا مدمنين. هذه الجملة رقم ثلاثة، والجملة الأخيرة هي هذه number two is this one. هنا نجيب للسوجي، السوجي الأول ما عطاوناش المحتوى باش نخدموه. السوجي الثاني write a short essay in which you talk about the advantages and disadvantages of internet. نديروا فقرة صغيرة نتكلموا عليها على المزايا والمساوئ تاع الإنترنت. إن شاء الله نحاول نديره لكم في فيديو آخر تصحيح تاع الفقرة هذه بإذن الله. نقول لكم goodbye, see you in another video and good luck in your exams.